حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، الانتخابات المحلية التي ثبت موعدها نهاية العام الحالي، وعلى هذا الأساس تتواصل الاستعدادات الحكومية لترجمة نقاط الاتفاق نحو الميدان، غير أن التهيئة اللوجستية مصحوبة بجدل سياسي حول الموعد المقترح، فقد تنقل به الإرادة السياسية إلى الربع الأول من العام المقبل أو أكثر من ذلك بقليل. دائرة الاعتراض حول تشكيلة المفوضية ذاتها كما يبدو هي حجر العثرة في الأساس، فضلا عن كسب الوقت الإضافي لإعادة ترتيب الاصطفافات السياسية التي بدأت المتغيرات الحالية تفرزها تباعا، وتنبئ حتما بخارطة مسارات قد تختلف كثيرا عن الشكل المعتاد، خاصة مع الدخول في العد التنازلي لهذه الانتخابات. وإن كان موعد الإجراء فما هو ثابت حتمية تنفيذ الاستحقاق، والاختلاف مسألة التوقيتات. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فعلو أصوات الخلافات داخل البيت السني تبعثر التحالفات، فبين تقدم وعزم تعصف الصراعات التي نشبت منذ أشهر وتهدد منصب رئيس البرلمان إثر التفرد بالقرارات. الخصومة برزت على القوى السنية لتأتي تحالفات بمعزل عن رئيس البرلمان، الأمر الذي جعل المراقب السياسي يرجح كافة إقالته بعد رفض أبناء المكون نفسه لبقائه في المنصب. انقسام في البيت السني كما يرى المراقبين بأن العالم أو بأن هذا الانقسام خلال الرفض لولاية الحلبوسي على مشهد المكون، فانقسمت أو انقسامات لمكونات سياسية متعددة، أولها ظهور معارضة بعض النواب، ومن ثم بروز أصوات المكون التي تطالب بالتغيير. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي. أهلا بكم الشيخ حيدر، وأيضا الترحيب بالباحث بالشأن السياسي الدكتور عمار البهادلي. أهلا بكم دكتور، وأبدأ معكم الشيخ حيدر. الحكومة إجرائيا ثبتت موعد إجراء الانتخابات المحلية اللي هو 2012 بنهاية هذا العام، لكن ما مدى الرغبة السياسية بإجراء هذا الاستحقاق أو هذا الخيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك الأستاذ البهادلي وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. واقعا القوى السياسية هي نصبت جهدها من أجل أن تكون هناك انتخابات، كون أن انتخابات مجالس المحافظات هي من الأولويات لديها، وخاصة أنه هي كانت ضمن العمل الحكومي والتي أتى بها السيد محمد الشاع السوداني. لا. لذلك كل الاجتماعات التي صبت هي أن تكون هناك انتخابات، وهذه الانتخابات قررت في بالضبط في يوم 18/12 ويصادف يوم الاثنين، حتى نكون دقيقين، أنه هذه الانتخابات سوف تكون هي الأولى من بعد مرحلة طويلة بعيدة عن انتخابات مجالس المحافظات. وهذه الحلقة الفارغة أدت إلى كثير من الأخطاء في العملية السياسية، وهناك كثير من الأمور حدثت في المحافظات. لو كان هناك وجود لمجالس المحافظات ومحافظ منتخب من قبل
هذه المجالس لكان الأمر غير الذي عليه الآن. لذلك القوى السياسية قد تكون بالإجماع هي ترغب في أن تكون هناك انتخابات لهذه المجالس بالإجماع. يمكن دولة القانون أكثر راغبين بإجراء هذا الاستحقاق بموعد المستحق، لكن أكو أطراف سياسية ما ترغب بهذا الموعد، ترغب بتأجيله ربما لأسباب عدة، تتوقع أنها ستجري أو تجرى هذه الانتخابات بموعدها في ظل وجود معارضة بعض الأطراف؟ أولا يعني أنت تعرف هذا استحقاق وهو من ضمن البرنامج الحكومي الذي أتى به السيد محمد الشاع السوداني، وهذا الاستحقاق هو لا يكون فقط من دولة القانون، بل هذا هو مطلب شعبي. لذلك يعني لو طلعنا على جميع المحافظات الموجودة في ربوع بلدنا العزيز لوجدت أنه أكثر الشعب يريد أن تكون هناك مجالس محافظات، يريد أن يكون المحافظ منتخب من قبل هذه المجالس التي سوف تنتخب من قبل الشعب، هذه هي مطلبنا. لذلك رأينا كثير من الأخطاء عند المحافظين، كون أنه لا يوجد هناك تخطيط مسبق من قبل المجلس، لا يكون هناك عمل، لا يكون هناك تداول سلمي للسلطة. أنت تعلم أنه الانتخابات هي تداول سلمي للسلطة، هناك محافظين من عام 2007 وإلى الآن لم يغيروا، والسبب في ذلك عدم وجود مجالس محافظات، عدم وجود انتخابات. فوجدنا أن هذه المحافظات بائسة فقيرة، فيها كثير من الأخطاء التي لا تغتفر. لذلك حرصنا أن تكون هناك انتخابات من أجل أن يكون الشعب تلك المحافظة هو من ينتخب المحافظة. واضح. رحب بك دكتور عمار مرة ثانية. دكتور، كيف تقرؤون الاستعداد من جهة والرغبة السياسية من جهة أخرى بإجراء هذا الاستحقاق نهاية هذا العام؟ بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. يعني حقيقة إذا تحدثنا عن الاستعدادات اللوجستية والفنية خصوصا فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات، هنالك يعني في أكثر من سابقة أعلنت المفوضية عن جهوزيتها لإجراء هذه الانتخابات، خصوصا أنه السقوف الزمنية لا زالت حقيقة مبكرة، هنالك يعني استعداد للوصول إلى أبعد الناخبين من أجل إتمام عملية البطاقات البايومترية، خصوصا أنه اليوم هنالك ما يقارب 27 مليون ناخب مؤهل للدخول في هذه العملية الاقتراعية. حقيقة يمكن القول أن هنالك أقل من 17 مليون هم ممن لديهم أو يمتلكون بطاقات بيومترية، لكن بحدود 10 مليون لم يحصلوا على هذه. فبالتالي هنالك فرق ميدانية تحاول الوصول إلى أبعد القصبات وإلى المناطق النائية، وحتى هنالك يعني فرق جوالة ميدانية تحاول الوصول إلى مختلف المدن والأقضية والنواحي. كذلك إذا ما تحدثنا عن مدى توفر التخصيصات المالية، هنالك 350 مليار خصصت في هذه الموازنة من أجل انتخابات مجالس المحافظات. وهنالك أيضا اليوم اجتماعات مكثفة بين اللجان الفنية واللجان الأمنية واللجان يعني المتخصصة بالتقنيات الإلكترونية من أجل الوصول إلى وقت الذروة أو الانطلاق أو الاستعداد. اليوم المفوضية حقيقة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة من أجل الشروع والاستمرار بهذه الانتخابات. لكن إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات أو الرغبة السياسية حقيقة استعدادات الكتل دكتور عمار، إلى أي درجة هي مستعدة لخوض هذه الانتخابات؟ والبعض اللي يرغب بتأجيلها يبدو أنه غير مستعد حاليا. يعني حقيقة في قراءة للمزاج العام أو الجو العام أو الإرادة السياسية بشكل عام، الموضوع أصبح فيه التزامين. الالتزام الأول هو إذا جاز التعبير التزام أدبي مع الشعب، باعتبار أنه البرنامج الحكومي للسيد السوداني تضمن واحدة من الاشتراطات هو الذهاب إلى انتخابات مجالس المحافظات. الالتزام الآخر هو يعني يأتي في سياق الالتزام الدستوري، باعتبار أنه اليوم الدستور هو ينص على أن تكون هنالك مجالس محافظات وينبثق عن هذه المجالس أو تنبثق هنالك محافظين. فبالتالي الموضوع هو فيه يعني سياقات دستورية بالإضافة إلى السياقات الحكومية. اليوم الإرادة السياسية هي ماضية باتجاه انتخابات مجالس المحافظات، والجو العام بالمجمل ما بين الكتل والفرقاء هم ذاهبون إلى هذه الانتخابات، لكن
هم يتحفظون أو أنه هنالك ربما يتخوفون من تعثرات أو ربما معرقلات أو ربما ضيق الوقت، فبالتالي حتى إذا ما تحدثنا عن شكل ربما التحالفات المقبلة وهل هنالك ربما تشظيات وانقسامات ما بين هذه التحالفات اليوم، خصوصا إذا ما تحدثنا عن تحالف إدارة الدولة اللي هو يضم أكثر من 185 مقعد، أنا باعتقادي اليوم وهذا الموضوع يعني أستطيع أن أجزم أنه انتخابات مجالس المحافظات تختلف تماما عن الانتخابات التشريعية، بالتالي هذا الاختلاف يولد لنا يعني اختلاف في شكل الائتلافات والانقسامات والتشظيات والكتل التي ستخوض هذه الانتخابات، باعتبار اليوم احنا هنالك 15 دائرة انتخابية، باعتبار انه كل محافظة هي تعتبر دائرة انتخابية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2023 اللي هو قانون التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018 رقم 36 لسنة 2018. نعم. فبالتالي تم توزيع الدوائر الانتخابية على أساس أنه كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وبنظام سانت ليغو 1.7. هذا الموضوع راح يخلق لنا بيئة انتخابية مغايرة عما ربما انتخابات 2021 المبكرة، باعتبار القانون كان يختلف وشكل النظام الانتخابي أيضا كان يختلف وعدد الدوائر الانتخابية تختلف. اليوم ربما الحلفاء سيكونون فرقاء في المرحلة القادمة وهذا حق ربما أو وضع طبيعي وضع صحي في الأجواء الديمقراطية. طيب. اليوم ربما تحالف إدارة الدولة سيشهد أكثر من ربما 20 تشكيل أو ائتلاف أو فريق، لكن أكو تحديات أكثر يمكن أكثرها أهمية، وسؤال لكم شيخ حيدر، إلى أي مدى ترون الكتل جاهزة لخوض تحدي كسر قضية يعني كسب الأصوات ربما في ظل وجود عزوف بنسب كبيرة بالانتخابات الأخيرة واللي قبلها، ومن جانب آخر يعني أداء الكتل السياسية أداء الحكومة، هل يمكن أن يقلص من هذه الفجوة ما بين السياسي والشعب وكذلك تقلص نسبة العزوف؟ واقعا يعني انا اثني على كلام الاخ البهادلي تكملة لكلامه، انه الانتخابات الشعب العراقي بعد التظاهرات التي جرت تظاهرات تشرين وبعد ما حدث بالانتخابات السابقة، هناك كثير من الوعي، انا قريب من الشعب وقريب من جدا من الجماهير، انه هناك رغبة كبيرة وواسعة من اجل الدخول للانتخابات. فاليوم الشعب يختلف عن قبل ما يقارب 4 سنوات او اقل من ذلك، بالإضافة الى انه القوى السياسية هي مستعدة الآن بشكل أكثر ورغبة أكبر. قد تكون هناك غير مستعدة، قد تكون أداءها لم يكن الذي يربو إليه المجتمع، أو أن هناك أخطاء حصلت لها هنا وهناك يريدون فترة أكثر، لكن الأمر مثل ما قدمه السيد محمد الشاع السوداني أن في هذا العام سوف تكون هناك انتخابات على القوى السياسية أن تستعد بشكل كامل للأيام القادمة. لكن الكتل المستعدة، الجهات والأطراف السياسية المستعدة شيخ حيدر، هل وضعت في حسبانها أنه أكو نسبة عزوف، أنها أمام تحدي يجب أن تكسر هذه النسبة تقلصها على الأقل وتحصل على يعني مشاركة واسعة وبالتالي تزيد عدد الأصوات اللي تحصل عليها؟ كل حزب وكل كيان وكل تجمع يريد أن يكسر هذا الأمر، هذا العزوف. هذا العزوف هو غير صحي وبعيد كل البعد عن أن تكون المجتمع متكامل في العمل مع الحكومة. نرى كثير هناك من الفضائيات البائسة تريد أن تجعل هناك فجوة بين الجماهير وبين الانتخابات، لكن أنا أجد أن هناك تحسن كثير في الوعي وفي الرؤى لدى الجماهير من خلال ما رأى في الأيام السابقة والسنوات السابقة، خاصة وبعد وجود انتخابات وحصل ما حصل بعدها. اليوم الجماهير متوجهة بشكل كبير نحو الانتخابات، وهناك قوة سياسية مستعدة التي لم تستعد، فهذا شأنها. اليوم لدينا انتخابات ولدينا توقيتات وتوقيتات دستورية يجب احترامها، احترامها من احترام الدستور
واحترام الدستور من احترام الشعب، وهذا الذي صوت عليه الشعب العراقي. فعلينا اليوم أن ندخل للانتخابات بما نملك وبما نقدر عليه وبما عملنا. الذي عمل في المرحلة السابقة والذي كانت له علاقة وثيقة وطيبة وصادقة مع الجماهير اليوم هو الذي يحقق النتائج. أما الذي يريد أن يصطاد بالماء العكر ويؤخر هنا وهناك فهذا لا أعتقد أن لديه وجود في المرحلة القادمة. طيب دكتور عمار، نرجع لقضيات القانون، يمكن هو العمود الرئيسي في نجاح أي انتخابات. هذا القانون اللي أجروا في البرلمان تعديل عليه مؤخرا، المن يخدم بالدرجة الأساس؟ الكتل والشعب والمواطن من أجل التصويت واختيار الشخص اللي يمكن أن يمثله بشكل حقيقي؟ يعني استاذ بشار، حقيقة راح أقدم لك فد رؤية مختصرة ومختزلة عن المقارنة بين هذا القانون وقانون رقم 9 لسنة 2020 اللي عملنا به بالانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة. نعم. يعني هذا القانون أنا دائما أقول هو أقرب القوانين أو النظم الانتخابية. طبعا إحنا روح القانون هو النظام الانتخابي. النظام الانتخابي إحنا اشتغلنا هسه اتجهنا إلى نظام التمثيل النسبي بالأدبيات الانتخابية، وهذا الموضوع طبعا أنا ذاكره بأطروحة الدكتوراه. أقرب النظم الانتخابية للعدالة هو نظام التمثيل النسبي، ودائما أستشهد أن أحداث المنطقة الخضراء صارت بسبب نظام الدوائر الصغيرة اللي ما يعرف اصطلاح، هو طبعا اصطلاح شائع يعني غير صحيح. لكن غير دقيق. لكن هذا النظام خدم الكثير من الأطراف. رح أنا أنطيك بلغة الأرقام. ربما بعض المستقلين يعني يعولون على نظام الدوائر الصغيرة اللي هو نظام الصوت الواحد غير متحول. طبعا هذا نظام هجين أو غريب، ما مستخدم إلا بخمس دول بالعالم، وحتى الدول من ضمنها الأردن اللي مجاورة كانت تستخدمها غادرته، لأنه حقيقة هذا النظام مثل ما قلت لك غريب ويعطينا نتائج غريبة ويعطينا حالة من اللا تناسبية. بمعنى كان عندنا 9 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، احتسبت فقط 4 ملايين صوت وباقي 5 مليون صوت في سلة المهملات. يعني هذه واحدة من معاناة الدوائر الصغيرة أو ما يعرف بنظام الصوت الواحد غير متحول. لكن نظام التمثيل النسبي يلاحق آخر صوت انتخابي واحتسبه، بالتالي اليوم نظام التمثيل النسبي هو أقرب للعدالة، هو اللي يمثل لي معظم الأحزاب السياسية، هو يمثل لي الأقليات، هو يمثل لي الكوتا. لكن حقيقة خلي هذه الحقيقة نوقف عندها، أنه فرص المستقلين راح تكون يعني أقل حظوظا ربما من نظام الدوائر الصغيرة. ولو استخدمنا 1.4 لكان نظام التمثيل النسبي يخدم مختلف الأشكال والأطياف والأحزاب والمستقلين. لكن حقيقة 1.7 ربما فيه نوع من أنا لا أسميه الإجحاف بقدر ما هو ربما ستكون حظوظ المستقلين هي حظوظ ضئيلة في هذا. لكن بالمجمل أنا اليوم واحدة من أهداف النظم الانتخابية هو الوصول إلى السلم المجتمعي. هذا النظام ينطيني سلم مجتمعي، مثل ما ذكرت لك أحداث المنطقة الخضراء كانت بسبب نظام الدوائر الصغيرة. ليش؟ لأنه نظام الدوائر الصغيرة يولد لي ما يعرف باللعبة الصفرية، الفائز يأخذ كل شيء والخاسر يتاحى على كل شيء. ما نعرف أنا والمشاهدين ما نعرف هاي المصطلحات يمكن بشكل دقيق دكتور، لكن هل يعطي تمثيل حقيقي للشارع؟ أحسنت سؤال يعني في محله. أفضل النظم الانتخابية اللي تعطينا تمثيل، أنا أهم شيء بالنظام الانتخابي شريط أريد تمثيل، أريد مشاركة. هذا النظام نظام التمثيل النسبي هو من اسمه اليوم شنو الفكرة مالته؟ أنت تأخذ 40% من الأصوات، تأخذ 40% من المقاعد، تأخذ 10% من الأصوات، تأخذ 10% من المقاعد. فبالتالي يعطي لكل ذي مثل ما يسمى لكل ذي حظ حظه، أو لكل ذي نصيب نصيبه. فبالتالي إذا تسمح لي أستاذ بشار، اليوم إذا كانت هنالك مبررات سابقة للعزوف خصوصا فيما يتعلق بمجالس المحافظات، أعتقد هذه المبررات بدأت تتضاءل. ليش؟ لأنه سابقا كان الإرادة الشعبية حقيقة احتجت على أنه مجالس المحافظات هي أصبحت يعني بوابة لهدر المال العام والفساد والتلاعب بمقدرات الدولة. طيب. لكن اليوم بدل ما كان كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة يخصص لها 25 مقعد أصبح لها 12 مقعد، فبالتالي هنا قللنا من الهدر وقللنا من العبء على الدولة خصوصا العبء المالي. كذلك اليوم نسب المشاركة
أنا أوجه رسالة للمشاهد أنه لا يستهين ولا يستخف بانتخابات مجالس المحافظات، لأنها ركن أساسي من أركان المسيرة الديمقراطية اللي بنيت بعد عام 2003، وكذلك هي ركن أساسي لبناء أو مؤسسة الدولة. اليوم حقيقة إذا تحدثنا عن مؤسسات الدولة هنالك يعني ركن منقوص من هذه المؤسسات. واضح فكرتك يا دكتور. خلينا نعود أيضا إلى الشيخ حيدر. الجهات الأطراف اللي راغبة بتأجيل هذه الانتخابات، نقلها إلى النصف الأول من العام المقبل، هذا موعد الزامن مع انتهاء فترة ولاية مجلس المفوضين الحالي اللي الكثير من القوى السياسية تنظر له محل شك وجدل نظرا للتجربة السابقة، وكانت هناك مؤشرات وشكوك تثار حول هذا المجلس. ما تفضلون أنه تنتقل الانتخابات إلى موعد آخر حتى يكون هناك مجلس مفوضين جديد؟ لا، يعني هو قضية المجلس المفوضين صحيح كان هناك أخطاء، كانت هناك إسفاف، كان هناك بعض الأمور التي حدثت يعني فيها كثير من الريبة والشك، لكن نحن أيضا في البرلمان وبعد الفصل التشريعي القادم، بعد عطلة الفصل التشريعي سوف يكون هناك تقديم للمفوضية، وسوف يكون هناك اختبار لكثير من الأخوة المقدمين، وسوف يجاب خلال 15 يوم من قبل لجنة خصصت في البرلمان. لذلك دخول هذه الأخوة الجدد إلى المفوضية سوف يعطي أيضا رسانة إلى هذا المكان، لكن نحن ملتزمون بالتوقيتات. المشكلة بالتوقيتات، نحن لا نريد أن تكون هناك أخطاء على حساب التوقيتات التي هي الضرورة. ما تخافون أنه تتكرر هذه الأخطاء والشكوك ويكون هناك مبرر للطعن من الجهات الخاسرة مثلا، وأنتم أبرز المعترضين على هذا المجلس سابقا؟ نعم، لكن هناك الأمر الضروري الذي يجب أن نتكلم عنه، هناك توقيت الذي قدمت به الحكومة، والحكومة عندما أعطت، وحتى ائتلاف الدولة عندما أعطت يوم 18-12 يوم الاثنين أن تكون هناك انتخابات، هي تعلم أن هذه المفوضية هي موجودة. قلت لك أنه سوف تكون هناك في البرلمان لجنة، وهذه اللجنة سوف يقدم لها أسماء جدد تقدم للبرلمان للمقدمين على المفوضية، وسوف تكون هناك اختبارات، وسوف يكون هناك عمل جديد. لكن أن يدفع هذا الأمر من أجل تغيير المفوضية، سوف ندخل في أمور أخرى قد تكون تؤخر الانتخابات إلى مدى أبعد. نحن نريد أن تكون هناك انتخابات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت، استعداد القوى السياسية، أو أن القوى السياسية تريد أن تضع عراقيل أو العصا بالدواليب من أجل أن تقول أن المفوضية كذا وكذا، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيل. لذلك نحن ذاهبون في هذا الوقت، والعمل أيضا قلت لك هناك لجنة سوف تعمل في البرلمان من أجل بث روح جديدة داخل المفوضين. طيب، ماذا عن القانون التعديل الأخير؟ تعتقد أنه يخدم الكتل السياسية، يخدم الكتل الكبيرة يمكن أكثر من الصغيرة؟ القضية ليست بأن تخدم كتل صغيرة أو كتل كبيرة. نحن وجدنا أنه القانون السابق الذي عدل على عجل من يعني بضغط كبير على البرلمان، وأنت تعلم والأخوة يعلمون ما حصل في تلك المرحلة. لكن تلك المرحلة يمكن دولة القانون ما تأثرت كثيرا مثل بقية الكتل السياسية الكبيرة، أيضا كان لكم حضور ووجود كبير بالبرلمان بأعداد أصواتكم ومقاعدكم، لكن تعتقد وفق التعديل الأخير على هذا القانون راح يكون عندكم وجود أكبر؟ نحن مستعدون في جميع الأحوال. أكيد هذا القانون أنا لا أقول أنه ينصب بمصلحة الكتل الصغيرة والكتل الكبيرة. هناك جماهير سوف تذهب إلى الانتخابات، وتعلم من عمل، وتعلم من حافظ على وحدة الحكومة، وحافظ على البرلمان، وحافظ على المحكمة الاتحادية، ومن وقف بالند الكبير أمام التظاهرات التي كانت يعني غير مدروسة، وكانت الليلة السوداء التي حلت على الخضراء في تلك المرحلة. من وقف في تلك المرحلة؟ الشعب يدرك
ما حصل في تلك المرحلة، ومن وقف مع القانون، ومن وقف مع المحكمة الاتحادية، ومن وقف مع البرلمان. لذلك الجماهير تعلم، ولذلك نحن مستعدون إلى الانتخابات القادمة سواء كان في أي قانون. نحن قلنا أنه منذ البداية حتى وقفنا أمام القانون المتعدد الدوائر، وقلنا على الأقل أن تكون دوائر وسط، لكون أنه سوف يحجب عن كثير، مثل ما تفضل الأخ، سوف يحجب عن كثير من الشخصيات المحترمة التي لها دور في بغداد. مثلا في بغداد كان هناك مثلا شخصيات قد يكون طقته، لكن هو له تاريخ كبير ووجود كبير، حجب عن أن يكون مثل شخص معروف في مدينة معينة ليس له تاريخ وليس لديه القدرة على استنباط أو على وضع الأحكام أو التشريعات في البرلمان. لذلك طيب، هذا القانون سوف يحافظ على الشخصيات الكبيرة التي لها أثر في العملية السياسية أو لديها خبرة كبيرة في الواقع التشريعي. طيب دكتور عمار، كيف تقرؤون رغبة الكتل السياسية بالدخول لهذه الانتخابات أو شكل الدخول، كتل منفردة أم تحالفات، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات، أم أنها تدخل منفردة ثم تتحالف فيما بعد؟ يعني أغلب الكتل السياسية اليوم هي عازمة وجادة على المشاركة في هذه الانتخابات. وأنا أعتقد بما فيهم التيار الصدري، باعتبار أنه التيار الصدري ربما في قراءة أوراقه السياسية، هو اعتبر أنه الانسحاب كان غير يعني مناسب وانسحاب غير مدروس، فبالتالي ربما سيعود إلى العملية السياسية هذه المرة وبثقله وبتعبئة جماهيرية عالية في هذه المرحلة، من أجل على الأقل تصحيح الأوضاع بحسب يعني رؤيته وبحسب يعني سياساته. هو يحاول أن يصحح من الداخل، أي بمعنى من داخل مجالس المحافظات، خصوصا أنه شعار التيار الصدري هو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى بقية الأحزاب السياسية هي أيضا عازمة على المشاركة. لكن نتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى اللي ما نقدر نراهن عليها اليوم هي نسب المشاركة حقيقة. وهذا الموضوع أنت تفضلت به بالسؤال، أنه العزوف الانتخابي لا زال هنالك فجوة وبون ربما ما بين المواطن والأحزاب السياسية، لكن أداء الكتل السياسية مؤخرا، أداء الحكومة، حكومة هو هذا اللي أنا أرد أقوله، يعني تخلصت من هاي الفجوة. هنالك حقيقة ربما يعني بدأت هواجس المواطن تتلطف، تطمئن بعد خطوات حكومة السيد السوداني الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية والطرق والخدمات والنزول الميداني من قبل الوزراء والمنظومة الحكومية بشكل عام. فبالتالي مثل هذه الأجواء وهذه البادرة الحكومية بدأت تقلل هذا الجاب أو هذه الفجوة ما بين المواطن والحكومة، لكن المواطن لا زال يتوجس خيفة، يحتاج إلى فترات أيضا للإطمئنان بأنه النخب السياسية الماسكة بالسلطة هي عازمة وجادة على الاستمرار في عملية أنا أسميها عملية التنمية الشاملة في البلد، باعتبار أنه حقيقة فترة طويلة، خصوصا منذ عام 2013، بالمناسبة احنا اخر انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 سنوات، منذ عام 2013 ولغاية عام 2023 ما اجريت انتخابات مجالس المحافظات. فبالتالي هذه فترة ال10 سنوات اصبح المواطن هو يتخوف من مجالس المحافظات وهيكلية واعضاء مجلس المحافظات، لا بل طيب، حتى المحافظين. لذلك هو يحاول أن يعيد الثقة مرة أخرى. لذلك المسألة حقيقة إحنا اللي من راهن عليها في المرحلة المقبلة هو نسب المشاركة. أما عن شكل التحالفات للمرحلة المقبلة، أنا أعتقد هذا الموضوع من المبكر الجزم به أو يعني الحديث عنه، لأنه اليوم الخارطة السياسية فيها الكثير من التفاوض والتذبذب. وصلت فكرتك دكتور، شكرا لك. والبحث في الشأن الانتخابي والسياسي الدكتور عمار البهادلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم، عضو ائتلاف دولة القانون سماحة الشيخ حيدر اللامي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما. إذن مشاهدينا، تذهب الاتهامات في الساحة السنية إلى وصف رئيس البرلمان بالديكتاتور والمتسبب الرئيس بتأجيج النزاعات داخل هذا المكون، وذلك بهدف إقصاء منافسيه وخصومه من الزعامة والقيادة
وكذلك لتعكس حجم الخلافات والاهتزازات التي تضرب البيت السني وتزلزل قواعده. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. يبدو أن الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة السياسية بعد طي مرحلة التصويت على الموازنة لم يكن للبيت السني منه نصيب. بعد احتدام المواقف بين الكتل التي تنضوي تحت هذا المكون وبروز النزاعات التي من الممكن أن تهدد منصب رئيس البرلمان بحسب مراقبة المتخصصين لمؤشرات المشهد، ما زال البيت السني تعصف به بعض الاختلافات والمشاكل، وما زال عدم الاستقرار في هذا البيت. قبل إقرار الموازنة الكثير من التصريحات من قبل قيادات البيت السني هناك ربما لتغيير بعض الوجوه السنية في المشهد السياسي، ومن هذه الوجوه هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان. يعتقد الكثير من القيادات السنية أنه محمد الحلبوسي أخفق في إدارة مجلس النواب ولم ينجح في هذه الإدارة. فقبل أشهر من الآن برزت لدى البيت السني خلافات تتجه صوب إعفاء رئيس مجلس النواب من منصبه بعد المطالبات الشعبية السنية بعدم كفاءته لتمثيل هذا المكون، حيث تحوم الشبهات حول ملفات فساد من جانب والتفرد بالسلطة والقرارات الرامية لتصدره قيادة المنصب من جانب آخر. طبعا قطعا هنالك مشاكل بالبيت السني، وقد يعني بانت هذه المشاكل واضحة للمتابع العراقي. اليوم هنالك صراع الزعامة السنية بين المكون نفسه، هنالك من يدعي انه السيد محمد الحلبوسي لن يمثل المكون السني، لكن هناك رأي آخر مضاد يقول انه محمد الحلبوسي يجب ان يقال من منصبه باعتبار انه هناك استئثار بالمنصب، وهنالك حقيقة يعني عملية استحواذ على كثير حتى المشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظة الأنبار. اما المدى الذي وصلت اليه الخصومة والنزاعات العميقة بين الكتل السنية جعلت ساحتها السياسية رخوة وتشوبها النزاعات، حيث ولدت تحالفات جديدة غيبت وجود رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فالأزمة بينه وبين منافسيه تعود إلى الواجهة، ورئاسة البرلمان قد تتغير إن استمر رفض المكون لعدم تمثيلهم. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة بغداد السياسي المستقل أوراس الحمد، وكذلك الترحيب بالسياسي المستقل غانم العفان ينضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم، وأبدأ معك سيد أوراس، الحراك السياسي السني خصوصا حراك جديد، لكن هل هو من أهداف التهيئة للانتخابات القادمة نهاية هذا العام؟ أم هو لأهداف سيطرة وإزاحة وتحجيم منافسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيفك الكريم والمتابعيكم الأعزاء. حقيقة يعني اليوم المكون السني يعني من بعد معاناة ومن بعد أنه ما نشوف أنه وضعه في فترة من الفترات يستقر، نلاحظ أنه هنالك أزمات سياسية جديدة. اليوم احنا ما نقول انه إدارة الجلسات وغيرها واحتكار القرار داخل البرلمان او السائق المنفرد او غيره، لكن من البديل؟ يعني اليوم انت يعني محمد الحلبوسي اليوم هو من دخل البرلمان دخل بتصويت، لكن اليوم من نريد نرجع انه نستهدف هذا المنصب ومضى على عمر الانتخابات سنة ونص وبعد سنة وثمان اشهر، واليوم نجي نريد نقيل رئيس البرلمان، وقبل لا نتحدث عن إقالته أيضا قدم ورقة استقالة إلى إدارة الدولة ولا الإطار التنسيقي بما فيهم السنة اللي كانوا موجودين داخل الجلسة وما تم استبعاده. ليش احنا دائما نبحث عن يعني تراكم الأزمات أو صناعة أزمات أو استهدافات
يعني ربما ما راح تغني المكون السني بشيء. احنا منصب السنه احنا مجردين من المرجعيه الدينيه، واتفاقنا كمرجعيه دينيه كهو دستور الهي واضافه الى الالتزامات مع المرجعيه الدينيه للمكون الشيعي، يعني بناء على الشراكه الوطنيه اللي منصوصه وعايشه بداخلنا كشعب. والشيء الثاني ما عرفنا عشائري، والقانون والدوله هي اللي تحكم. اليوم السلطه التشريعيه هي جزء من الدوله ومن منظمه الدوله. لهذا السبب عندما يتم استهداف رئيس البرلمان على الكتل السياسيه السنيه انه تطرح البديل، يعني انت اليوم لا تقول انه منصب رئيس البرلمان مستهدف وخلاص، منو بديل رئيس البرلمان في حال انه جبت رئيس برلمان ومن حصه المكون السني لهذا المنصب؟ راح تجيب شخص حر بالقرار او جاي ينفذ املاءات خارجيه وعنده نصوص راح يجي يمليها على البرلمان، ام راح يكون عبد مطيع وراح يخضع الى قرارات اخرى مع الشركاء وراح يقول لهم انا عصاك المات عصاك فقط من اجل انه يدخل الى البرلمان؟ هذه الاستهدافات هي استنزفت الشعب السني واستنزفت المحافظات السنيه ودائم وولدت عدم ثقه طيب لدى المكون السني بمن يمثله. ارحب بك مره اخرى سيد غانم. الحديث عن اقاله الحلبوسي من رئاسه البرلمان طويل وممتد ويعاود الظهور بين آونة وأخرى سيدة غانم، لكن ما مدى الجدية هذه المرة بوجود هذا الحراك السياسي السني واحتمال ظهور يعني اتحادات جديدة لهذه القوة؟ بداية شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. كل ما يتعلق في كل ما يشاع عن موضوعة إقالة رئيس البرلمان أعتقد لا يعني لا أساس له من الواقع السياسي. لحد هذه اللحظة أعتقد الكرة الأساسية يعني في ملعب الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي كفاءة سياسي باعتبار أنه اليوم هو يعتبر الحكومة الحالية ممثلة في السيد السوداني يعتبر هو حصة الأساسية حصة الشرعية في هذه المرحلة، وبالتالي هو يبحث إلى مزيد من الاستقرار. كل ما يشاع عن عملية إقالة وهنا وهناك والاستبدال أعتقد في عقلانية الإطار التنسيقي في القوى التي يعني تعتبر كبار وصانع قرار أساسية هي لن تذهب إلى هذا الخيار في هذه المرحلة. لماذا؟ طيب. لأنه أولا ستدخل في مرحلة قرار، وقضية ثانية ستخوض يعني معركة سياسية ومعركة إعلامية ستمتد قد تصل إلى مراحل يعني متقدمة، وبالتالي الإطار التنسيقي يعني أن يضيف إضافة استقرار لحكومته الحالية استقرار سياسي، فلا أعتقد هنالك جدية حقيقية في موضوع الإقالة. كل ما يقال هو قضايا تلويح وقضايا قد تستخدم يعني اساليب الضغط هنا وهناك، ولكن انا يعني بقناعتي الشخصيه طيب لا اعتقد ان هنالك مشروع اقاله حقيقي. لكن رغبه الاقاله موجوده ومعلنه سيد غانم من الكثير من القوى السنيه والشخصيات السنيه، لكن هل تمتلك السؤال المهم، هل تمتلك هذه القوى القدره على اقاله رئيس البرلمان الذي تنامى نفوذه بشكل كبير وفي ظل وجود ايضا يعني الإطار وقوى أخرى التي تقف على الحياد؟ الإطار يعني الكرة أنا كما أسلفت قبل قليل أن الكرة يعني وقعت في ملعب الإطار التنسيقي باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية التي تؤهل لوجود عدد كافي من الأصوات التي تسمح بها القادة، لكن أعتقد الإطار يعني بالمرحلة الحالية لا يريد ان يتدخل في الشان السياسي السني. انا اتكلم خلاف ما يشاع في الاعلام، اتكلم عن معلومات قد تكون دقيقه الى نسبه معينه. لا يريد ان يخوض في خلافات مع الفاعل السياسي السني في هذه المرحله تحديدا، وبالتالي هنالك رغبه عاليه للكثير من خصوم السيد الحلبوسي ومنافسيه والقوى السياسيه تسعى لحقيقه ازاحه السيد الحلبوسي من منصبه الحالي. بس يبدو ما عندها سيد غانم، يبدو أنها ما عندها هاي القدرة في ظل وقوف الإطار والقوى الأخرى على الحياد من هذا الموضوع. طيب دعني أعود إلى سيد أوراس، ترى أن تحالف الأنبار وتحالف عزم والقوى والأطراف السياسية السنية السياسية الأخرى إذا كانت ما عندها القدرة على إزاحة الحلبوسي الذي يعتبروه
أن نفوذ تنامى بشكل كبير، ويبدو أن الكثير من القيادات التي كانت متشاركة مع الحلبوسي في تحالفات لا ترغب بظهور قيادة صاحبة نفوذ إلى هذه الدرجة لتقود مكون كامل، سواء عند الطرف السني أو الشيعي أو الكردي أو غيره. لكن إذا ما نجحت هاي الأطراف السنية بإقالة وإزاحة الحلبوسي، تعتقد أنها وفقا لحراكها هذا راح تقدر تحجمه، خصوصا الانتخابات المحلية قادمة؟ نعم، يعني هو شأن سني. يعني اليوم يقول لك أنه الإطار التنسيقي رغم أنه عند الأغلبية البرلمانية اللي هي نقول النصف زائد واحد لإقالة الحلبوسي، لكن اليوم يقولوا لك هذا المنصب منصب سني لهذا السبب. هذا الإطار والقوى السياسية تقوله، لكن بالنسبة للشارع الشعب العراقي يعتبر هذا منصب سيادي لكل العراقيين. هذا الشارع، احنا لا نتحدث عن الشارع استاذ، احنا نتحدث بالسياسة. بالسياسيين. السياسة طيب. محاصصة وانولدت طيب. من رحم محاصصة وجاية ببحترة مكوناتية، حصتك وحصتي. اليوم من نتحدث انه النواب اللي موجودين السنة داخل البرلمان عند ما تجمع 50 او 60 نائب تواقيعهم يروحون يقدموها للإطار التنسيقي ويقولون نريد نبدل الحلبوسي بذاك الوقت انه راح تكون جدية. لكن التحالفات احنا خلي نتفق داخل المكون السني لا يوجد تحالف حديدي، يعني كل التحالفات مبنية على اساس انتخابي. اما الاهازيج اللي نسمعها ان المعتقلين والمغيبين والمهجرين والمهاجرين واللي يعني دفنوا في المقابر الجماعية، هاي قضايا انتخابية مبكرة. اليوم احنا يعني المكونات الأحزاب السنية البارزة واضحة، أما القيادات السنية اللي اعتبرت أن الحلبوسي أقصاهم والحلبوسي ما رضخ لأوامرهم والحلبوسي ما اجتمع وطلب مشورتهم، فهاي تعتبر ثار. اليوم البيت السياسي السني يجب أن يجتمع ويجب أن يتفق، يعني هاي المهزلة وتراكمات الأزمات والمشاكل اللي دائما تتولد عندنا بالمحافظات هاي تتأثر سلبيا على المحافظات، وهذا راح يقلل من توازن المحافظات السنية بالتواجد داخل الدولة، سواء كان على السلطات التنفيذية أو حتى داخل المحافظات اللي هي مختصة في المحافظة، بما أنه احنا مقبلين على انتخابات مجالس محافظات. التركة كبيرة، واللي سببها هي الكهول السياسية السنية اللي زعموا المشهد وما كانوا أصحاب قرار بل كانوا تبعية في القرار. اليوم احنا خلينا نتفق البيت السياسي السني إذا كان يريد وعازم على إقالة الحلبوسي خليه يروح يجمع الأغلبية ويروح يقدمها إلى رئيس الاطار التنسيقي. لا، هو يبدو انهم ما يقدرون يجمعون هذه الاغلبيه. ما يقدرون، انا اقول لك يمكن ان ينجحوا بتحجيم نفوذه على الاقل، لانه اكو تخوفات سنيه من تنامي نفوذ الحلبوسي الى هذه الدرجه وبروزه كقياده سنيه بالمرحله القادمه. المناورات اللي يستخدمها الحلبوسي امام خصومه داخل المكون السني هي اكبر من الخطط اللي راسميها لتحجيمه. لهذا السبب اليوم وجود الحلبوسي هو يعتبر احنا كشعب سني نقول انه هاي الازمات هي بسبب عناد الحلبوسي وبسبب قرار الحلبوسي واحتكاره وهيمنته على القرار، احنا نقول تأذينا. لكن خلينا نتفق انه هاي المحافظات لا تصاح الا بالقوه والا بقرار، لهذا السبب انه احنا نحتاج القرار. لكن الحل الحقيقي لكل من يريد انه يحل قضيه المكون ويدخل شريك مع البيت السياسي الشيعي والبيت السياسي الكردي انه ياخذ اوراق ورقه بها مطالبه ويتوحد بالقرار ويجتمع. هاي الخصومه هي مو خصومه دمويه، هي اختلافات سياسيه. والحلبوسي عندما ترك اللي تفضلوا عليه واللي قدموه صدروا للمشهد هي هاي اللي خلت عندهم شكوك انه راح يقصيهم. لهذا السبب المكون السني يعني مجهد ومرهق بسبب سياسات والعنجهيه في السياسات السنيه من قبل القيادات، والقرار السني مبعثر وما مرسوم وما عنده نظرية وما عنده استراتيجية انه يفرض قراره ويقول انا هذا قراري. فالازمات هي معيبة، والاجتماع والحوار من اجل الخروج باقل ضرر من المكون هي هاي الفترة الانتقالية اللي نحتاجها. واحنا مقبلين على انتخابات محافظات، نريد ندعم وجوه جديدة، يعني بما انه احنا ما عندنا حل غير الانتخابات لهذا السبب ندعم الوجوه الجديدة واللي ما ملوا وثائق لها، حتى نفتح بوابة سياسية من خلال بوابة المحافظات راح نقدر نرسم وجوه سياسية جديدة تدخل إلى القبة التشريعية.
طيب أعود لك سيد غانم، بعض الأطراف السياسية يعني تسعى من عدة أبواب لإقالته أو التأثير عليه، بوابة البرلمان أو تحركات جماهيرية أو قيادة سياسية ضاغطة، وأيضا ملفات الفساد يمكن أبرزها موضوع الفساد بأراضي الوفاء وغيرها. كل هذه التحركات وفقا لهذه الأبواب ما ممكن تشكل معرقلات أمام الحلبوسي بالمرحلة القادمة وتأثر على تحالفاته بالانتخابات القادمة المحلية؟ يعني أنا أتكلم عن الساحة الأنبارية تحديدا. نعم. لا أريد أيضا أن يعني أنفق على الساحة السنية، لأن كل محافظة لها خصوصياتها. طيب. خصوصياتها السياسية والاجتماعية. الساحة السنية أعتقد الوضع الحالي يعني حالة التمكين التي يعيشها السيد الحلبوسي نتيجة حقيقة انفراده بالسلطة الحالية، يعني القوة الموجودة لدى السيد الحلبوسي لا تأتي فقط من عملية سيطرته على مؤسسات المحافظة وحجم ووجوده على رأس أعلى سلطة تشريعية، بقدر ما أن هنالك القوة الأخرى لم تستعد للمعركة الانتخابية، المعركة السياسية استعداد يؤهلها لأن تكون منافس قد يستطيع أن يخلق توازن أو يخلق تغيير إذا ما تغيرت الأدوات في الأيام القادمة. وبالتالي يرى السيد الحلبوسي أو يسعى السيد الحلبوسي لإفراغ الساحة من منافسيه السياسيين من خلال إضعاف الأطراف الأخرى لكي حقيقة يبقى منفردا بالمشهد السياسي بهذا الشكل. ويعني الإشكالية الأخرى أن حالة التمكين أيضا التي يمتاز بها السيد الحلبوسي لم تكن يعني في زمن السيد محمد شياع السوداني كما كان في زمن السيد الكاظمي. يعني استراتيجية الدولة وإدارة الدولة تغيرت بشكل كبير، كانت هناك طيب. في الفترة السابقة يعني الدولة يعني تدار بطريقة النظام الإقطاعي، يعني كل رئيس كل شخصية قيادة سياسية بخلفيتها المذهبية المكوناتية تحكم منطقة وتتحكم بجميع تفاصيلها. طيب. اليوم نشاهد ان هنالك شيء على الرغم من ان هناك اتفاقات سياسيه لا زالت هي نفسها، لكن هنالك شيء من المركزيه، وهذا نلمسه من خلال تراجع كثير من قضايا الاعتقالات و يعني تغيير الصوت، وهناك مساحه من الحريات توفرت قد لا تكون متوفره في المراحل السابقه. طيب دعني يعني دعني اختصر الوقت وقتنا ما يسمح، سؤال اخير لكم سيد غانم، يعني بشكل او باخر الرئاسات الثلاث لها على اقل التقديرات اتصال مع الخارج، العامل الخارجي هل يدعم يعني الخطوات الراميه لاقاله الحلبوسي ام يقف بالضد منها، خاصه تركيا التي صالحت المتخاصمين قبيل الانتخابات الاخيره الحلبوسي والسيد الخنجر؟ اعتقد هنالك ضغوط دوليه مورست على الفاعل السياسي الشيعي من اجل التريث او الغاء هذه الفكره، لانهم يعتقدون ان بقاء السيد الحلبوسي في هذه المرحله هو افضل من اقالته. الشكر الجزيل لكم السياسي المستقل غانم العفان، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر الجزيل لكم السياسي المستقل وراس الحمد، شكرا لك سيد وراس، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.